زود القراقيش والطحال وموت الفشه، مش فاهمها. وهو بعدك مقام الحكومه طبق من الشرق الوربيحي، نزل له يا ابني شرب الكوارع وطبق قلوب من خصوصي. غالي يا معلم. والغالي ينزل للغالي، عيب. واحنا معرفه الظهريه يا جدع. ها طمني بقى على احوال الشرطه، لسه بردك شبكه مع الشعب وبيدنجلوا ايد واحده؟ شبكه وكاتب كتاب كمان يا معلم. لا وانت وطني صحيح، بس انا ليه عليك عتاب. خير يا معلم. شوف يا نبيل، انت ترسم دور حكم دار المصريه ده على اي حد، بس تيجي لحد عندنا وتعرق بروحك، عشان الحكومه لما تحط ايديها في ايدين عيل صغير لا راح ولا جه تتقفل سكتها قبل ما تتمها. ما تسيبك من سلي الحوار ده يا معلم وتجيلي في الدغري. تعجبني. وخرست هو اللي قصدك علشان تعرف له اذا كنت شغال في الصنف ولا لا. حصل يا معلم، بس علمونا زمان اللي على راسه بطحه بيغطيها، وانت راسك عريانه لا مؤاخذه يا معلم، يعني ولا انا ولا سيد ولا اي ذكر في الحكومه يقدر يشاور عليك بالزور. طب وكتر الكلام بقى والرطرطه الفارغه، استنى لما يحصل. اسمع يا نبيل، اللي نحرت قلبي في السنين اللي فاتت دي كلها عشان ابنيه، مش هيجي حته عيل صايع وامين شرطه خارج بيتي يهدوه في لمه حشيش. امان ولا نهيده تاني؟ دوم العز يا معلم. العز للحبيب يا اخويا. وما تنساش بقى تحاسب وانت ماشي، وافرط ايدك في البقشيش عشان ما يقولوش عليك معفن. ايه رايك بقى يا